السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه مزيانه وفرحانين نتوما ووليداتكم وعائلاتكم سواء كان كبيره ولا صغيره في وسط ديوركم باقيين باقيين البنات تحت شعار خليك في دارك أه صراحه كل نهار كيدوز علينا كيدوز صعيب في ظل هذه الاجواء اللي حنا كنعيشوها صعيب بزاف يعني الحمد لله بالنسبه للناس اللي موالفين في الدار العيالات اللي موالفه كتجلس في الدار عادي جدا يعني بحالي انا يعني ما عندي حتى شي فرق ما عندي حتى شي مشكلة ان انا من النوع ديال الناس اللي عزيزه عليها يعني تجلس في دارها وتسد عليها دارها واخا تكون الاجواء عاديه وهذا ما عنديش مع كثره الخروج والمساريه والضروره اللي كنخرج سواء كانت هذه الازمه ولا ما كانتش انا هذا هو السيستم باش عايشه الحمد لله وكاين الناس مسكينه اللي كتقنط وكتجيها كابه في الدار الله يحسن العوان والله يفرج علينا ويرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه ديالنا نورمال ترجع عاديه وترجع ال... يعني الوتيره اللي كنا عايشين بها هذا كله يا البنات ما هو الا باش نحسوا بقيمه النعمه اللي كنا عايشين فيها كنا عايشين في الحريه كنا عايشين بامان كنا كنخرجوا كيف ما بغينا كنخرجوا مع من ما بغينا كنمشيو عند من ما بغينا هذا الشيء كله باش نقولوا الحمد لله على اللي فات والحمد لله على داكشي اللي, اللي حنا فيه دابا وندعي الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء ويرجع الامور مستقره وكيف ما كنا عايشين من قبل البنات راه كيف ما قلت يوم جديد كل نهار جديد كنسمعوا قرارات جديده كنسمعوا مستجدات اللي صادمه كنسمعوا كنسمعوا اخبار اللي صراحه كتضر في القلب صراحه الشيء اللي بغيت نقول المهم البنات حطيت كتشوفوا كنصور صراحه و ما عرفتش باغا نبارطاجي معكم هذا الخبز لانه صراحه زوين ومهم في ديوركم تاكلوه لوليداتكم غنبارطاجيه معكم قلت غنعجنو غنعجنو علاش ما نصوروش لكم واخا صراحه القناه ما كايناش والخاطر ما كاينش ولكن غادي نصورو ما عندي ما انا باش تستافدوا يعني كاين اخوات اللي كيصيفطوا لي كي كي في, في 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 الخاص كيقولوا كي لي شنو هاد, هاد المكون اللي كديري في العجينه وهذا المهم غادي نذكروا معكم دابا كل شيء العجينه ديالي غنعجن غير داكشي قليل ما غاديش نكثر المهم المهم البنات هذا الفورس راكم عارفين الفورس والقمح بالنخاله ديالو انا ديجا كنسحقو مزيان عند عند الطاحونه عند مول الطاحونه تيطحنوا لي مزيان ها هو بالنخاله ديالو كنحاول نخلي النخاله ما تبقاش يعني باينه هكا كبيره صافي والفورس اه هنا الفورس درتو شويه بزيت باش اه حيت وليداتي كيبغيو لي ساندويتش ضروري الخبز اللي كتكوني باغا ديري في الساندويتش ما تديريش تديري فيه شويه الفورس بزايد انا زدت واحد الحفينه ديال الفورس على على القمح أه بالنسبه عاده كيفاش كنعجن كندير نفس كندير زلافه من هنا زلافه من هنا غندير جوج زلايف من هنا غندير جوج زلايف من هنا هذا هو الطريقه باش كنعجن انا وكنت كنعجن كاع كندير غير حفينه ديال الفرص وكندير نخاله أه القمح بالنخاله كله كيجي الخبز كيجي كحل كيجي زوين صراحه سورتو ملي كيكون كي سخون مع زيت العود واتاي المهم المكون الثالث اللي غادي نقول لكم واللي مهم صراحه واللي صراحه اش غادي نقول لكم معجزه هذا بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشه العظام بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل عندهم كان عندهم هرس تهرسوا او لا وقع لهم شي مشكل في العظم هذا هو دواكم البنات هذا هو بارطاجيو هذا هذا مع مع الناس انا راه كان الزوج ديالي دار واحد لاكسيدون خايبه الحمد لله دابا راه تشافى الحمد لله المهم هذا هو اللي عاونني باش يتجبر ليه العظم بالزربه هو ايلان هذا المكون هو ايلان للاسف ما عنديش هنا حبوب المهم انا ديجا طحناه وهذا ايلان انا لكم في المعلقه باش تشوفوه مزيان عن قرب هو انت كيجي اللون ديالو بحال الكري هو هذا انا غادي ندير هنايا يعني مع الكميه اللي انا دايره غندير ثلاثه المعالق كبار عامرين هذا هذه العجينه ديالي البنات ما كيخطانيش هاد الا في العجينه لان الدراري ما تيعيقوش به كنت كنديروا لهم في الحسوه مع مع باباهم يعني شربوها ما كانوش كيبغيوها ليا بحكم ان هذا الا تيرد تير الحسوه اللون ديالها شي شويه كري ولا كحل ولا ما عرفت واحد اللون شويه غامق ما كيبغيوهاش ليا صافي اضطريت اني نديرها في الخبز ومن تم انا كنديرها في الخبز ما كتخطانيش وما, وما عليها نهائيا المهم الا انا بارطاجيتو معكم كنتمنى ديروه لوليداتكم في ديوركم والعجينه كلنا كنعرفو نعجنو كلنا كنعرفو نجمعو العجينه وندلكوها يعني شي حاجه اللي عاديه انا بالنسبه للخميره غادي ندير غير نص معلقه الخميره البنات كانت عندي الخميره البلديه باقي ان شاء الله فين غادي نعاود نصايبها وغادي نبارطاجيها معكم غندير غير نص معلقه نخليه يخمر على خاطرو ما انا ما يعني ما كتش الخميره وصافي غادي ندير غنخلط غن... هاد المكونات وعاد ندير الملحه ما نديروش الملحه مع الخميره لانها كتعكز لينا الخميره ما كتخليهاش تفاعل كما يجب لان غادي ندير غنخلط هادشي كله عاد بالماء دافي وعاد غادي ندير الملحه وبالنسبه للغداء البنات اليوم انا الوليدات تشهاو ليا الحوت مقلي ف خطف باباهم بالزربه للسوق جاب لهم شويه ديال الحوت جاب لانشوبه وشويه ديال الصول وتشهاو ليا مقلي كيف ما قلت لكم انا عرفتي الا قلت المده باش ما قليتش دابا راه غادي تصدموا صراحه تقريبا غدا غدا تسع شهور بحال هكا ما 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 نهائيا ما تنديروش القلي نهائيا لا بطاطا فريت لا حتى شي حاجه دابا ملي قالوا لي الوليدات تفضلوا تشهاو قلت ماشي مشكل مره مره بنادم يتغاضى ويدير هذا الشيء عاده انا كندخل الفران هادشي اللي كندير وكنتفادى كاع انا الحوت اللي كيكون مقلي بحال كي كي هكا كنتفادى اللي كيجي هكا كيجي زوين غير مقلي ما تنتفاداه لانشوبه البنات راه كنديرها كفته كنديرها كفته أه كتجي زوينه كفته كتجي فنه صراحه ملي كنجيب لانشوبه كنديرها كفته اولا كن باقي أو غنبارطاجي معكم الطريقه كيفاش كندير لهم في الفران بزاف ديال انواع دي الحوت كاين واحد الحوت اللي درتو يعني عطيت لجارتي طاقت منو عرفتي تصدمات اللي هو كبايلا كبايلا راه كي كيحقروها كاع الناس ولكن راه الطريقه باش طيبتها جات بنينه جات واعره ما بانش عليها كاع كبايلا نهائيا وواحد الحاجه قبل ما طولت عليكم في الهضره واحد الحاجه قبل ما قبل ما نخلط العجينه ونقطع حتى العجينه ونعاود نرجع لكم باش نبارطاجي معكم حتى الطريقه اللي كنطيب بها الخبز اللي صراحه هنتني استغنيت على الرماي ديال الخبز استغنيت على مسيح الفران كل مره بديك السميده وديك السميده اللي كترون ليا الدار المهم صراحه استغنيت على هذا الشيء كله بهذا الحيله هذه اللي غادي نبارطاجي معكم وكيف ما قلت لكم كل نهار كنصبحوا على اخبار جديده وقرارات جديده راه يعني العدد ديال الاصابه راه تزيد راه 86 دابا حاله المهم هذا الشيء كنخليوه للسلطات والاخبار هي اللي خبر عليه وكلنا كنتفرجوا في الاخبار يعني بلا ما نقول لكم المعلومات كلكم تشوفوا الاخبار غير المهم اليوم داز شي عضو مقدم قدم كنظن هو اللي داز كيدق على الديور وكيعطيهم واحد واحد البيرميسيون واحد الورقه اللي كتخول لهم ان يخرج واحد في الدار كيعمرها واحد بلا ناسيونال ديالو باش كيقدر يخرج ما كيخرجوش جوج ويعني وي يعني غتكون شي حاجه اللي صراحه شي حاجه قانونيه يعني الا لقاوك خارج بلا ورقه ولا شي حاجه ما عرفتش انا شنو غادي ممكن يتاخذوا معك يعني المسطره اللي غيتاخذوها معاك ولكن راه ممنوع يخرج شي واحد بلهاد الورقه هادي بلا الشهاده المهم هي هادي ها هي راه مسينيه هي هادي انتم شوفوا راه دايرين هنايا النقل من آه عفوا تنقل من اجل اقتناء الادويه والتسوق يعني ما كانت ديال الخدمه قال لك الا كانت بنادم خدام راه له في الخدمه تيعطوها هاد البيرميسيون في الخدمه على كونكوا راه السيد راه تيمشي أه يعني اوبليجي خصو يمشي على خدمته أه بالنسبه بغيت نبارطاجي معكم هاد الورقه هذه يعني يلا كاين الاسم ديال الزوج ديالي من هنا وداكشي ما بلا ما لا داعي اني نوريه كنبارطاجي معكم هذا الشيء باش نقول لكم بلي راه امر خطير البنات صافي راه ملي وصلت القضيه انهم يديروا هذه الوثيقه صافي راه الامر خطير خاصنا نلتزموا اكثر من قبل والمشكله العويصه والمصيبه الكحله اللي عندنا في بلادنا هي كاينه واحد الفئه ولا بغات تفهم ولا بغات توعى ولا بغات تستوعب بان راه الامر خطير ولا بغات تدخل ديورها ما عرفتش اشنو باغيين هاد الناس دابا انا والله العظيم الا باقي غادي نطلع للسطح ملي غادي نبغي نشر الحوايج غنبارطاجي معكم من السطح يعني الا لقيت الحركه يعني كانوا قبيله كيدوروا مقدمية وداكشي أه كانت الحركه عاديه الا دابا داروا شي داروا شي يعني شي قانون على برا انهم يمنعوا الناس تسارى وداك الله اعلم المهم غنطلع السطح وغادي نصور لكم الاجواء كيف ما هي ان شاء الله باذن الله المهم بقاو معايا غنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج فهاد في لا فيديو فبقاو معايا صافي البنات صافي راه كلنا عارفين ندلكوا العجينه صافي المهم هذه هي الكثافه ديال العجينه ديالي يعني ما تجينيش قاصحه وما تجينيش مطلوقه بزاف صافي غادي نغطيه ونخليه يرتاح غير واحد شويه ما نخليهش يخمر غير كيف يرتاح ونقرصو حسناً نقرصوها نوره لكم إن شاء الله باش نوريكم الطريقة باش كيفاش كان طيبه. انا البنات من بعد ما ارتحت لي العجينه ديالي وفرقتها على شكل خبيزات صغار انا باغا ندير غير خبيزات صغار انا هنا غير فرقتهم باش ندير القياس يكون شويه متساوي بالنسبه للحيله اللي قلت لكم الا إيه كنتو بحالي ما كتبغيوش السميده تشتت لكم في الكوزينه ما كتبغوش تمسحوا الفران وداك السميده اللي كتبقى تحرق في الفران هذه هي الحيله او لا هذا هو الحل هذا هو الحل لكم ها انتم شوفوا لاطه عندي كبيره عندي جوج لاطات انا كنستخدمهم بجوج آه كندير لاطه فوق لاطه يعني كتصلح لي انا هذه هي الحيله باش خدامه انا المهم كندير فيها بابي كويسون هذاك الورق اللي كنديروا الحل الحلوه وهذا هو اللي كندير هو هذا كنتمنى يكون باين لكم ها انت هما لاطه ديالي مغلفاها شفتوها المهم نبعث لكم باش تشوفوا ها آية. هي هي ديال اللاطه صافي وكنقرص فيها مباشره ما كندير لا منديل لا حتى شي حاجه كنقرص فيها مباشره وكنغطي فقط كنخليه يخمر كنتكو كنتقبوا ديك التقيبات اللي موالفين كنديرو باش كندخلو الفران الخبز ديالنا صافي وكندخلو يطيب بحال كنطيب الحلوى ما كنعانيش نهائيا وكنقلبو غير في اللاطه هاد بالنسبه لهاد بابي كويسون كنستخدمو جوج حتى ثلاثه المرات على حساب أه بحال دابا انا نوريكم واحد البابي ديجا استخدمتو غنعاود نستخدمو دابا ها هو ها هو غادي يبان لكم هنا راني ديجا طيبت فيه جوج خبزات كبار ها هي اللاطه عندي راه درت فيها جوج خبزات كبار هي هذه غنعاود نستخدمها في لاطه الاخرى كنستخدمها جوج ديال الاستعمالات صافي وكنلوحها بالنسبه للخبز هو هذا راه كنقرصو نيس هذا بالقمح اللي بالنخاله صافي غادي نقرص الخبيزات ديالي غنحطهم في اللاطه ونستفهم ونوريكم في النهايه كيفاش كيجيو كي انا البنات من بعد ما كملت كراس ديالي المهم خرجوا ليا اربعه على ثلاثه سبعه صغار صغار هانتوما كي كتشوفوا راه درت اللاطه الاخرى ها هي درت لها غير البابي اللي كان ديجا استخدمته صافي راه اخر استعمال ليه هو هذا صافي ها هما اربعه يعني سبعه ديال الخبيزات صغار بالنسبه للبنات ملي كيكونوا عندك الضياف هاد يعني تقدري ديريهم صغار من هكا خبيزات صغار من هكا بحال دابا انا جوج لاطات ممكن تهز ليا هادي ربعه صغار والاخرى تهز ليا خمسه يعني تسعود كافيين ملي كيجيو عندي الضيوف كنديرهم غير صغيورين فواحد المشيني بحال داك اللي كنشريو من الزنقه كيعجبنا نحطو خبيزات صغيرين هكا تيجيو منظمين تندير هاد الطريقه هادي المهم كنتهنى هادي البنات كنستغنى عليها ما تنبقاش نستخدمها نهائيا ما تنبقاش نستخدم هادي لان ما تنبقاش نلوح نهائيا الخبز صافي هكا كندخلو اللاطه هكا كيف ما هو وتبقاو حتى تشوفو معايا الطريقه المهم دابا غادي نغطيه انا طيب شي منديل ونخليه البنات باش يخمر على خاطرو كيف ما قلت لكم انا راني مقلله الخميره يعني نخليه على خاطرو انا غطي هاد اللاطه ونغطي اللاطه التحتانيه صافي ونخليه يخمر نديرو فشي بلاصه ني دافيه ونخليه يخمر صافي ونرجع معكم لين طيب ان شاء الله واخيرا البنات طيبت الخبز صراحه ما تعذبت معاه ما حتى شي حاجه طيبته بسهوله هما هادو سبعه الخبزات ديالي كيف كتشوفوا ها هما جوج لاطات بالنسبه لهذا البابيي هذا البنات راني غادي نلوحو ما غاديش يبقى الو غادي نرجع كلشي لللاطه الاخرى هذه راه شويه بردات لان خرجتها قبيله صافي غنوريكم المهم هذه اللي باقا سخونه ها هو الخبز ما تمحنت ما والو يا البنات صراحه سرعه طيبت الخبز المهم هذا هو الخبز ديالنا ديال الاعلان هانتوما شوفوا كي كيجي محمر كنتمنى يكون باين ها هو هانتوما شوفوا مكيل ما كيلصق في البابي ما حتى شي حاجه شوف انا نقطع لكم وحده باش تشوفوها بسم الله هانتوما شوفوا الخبزه كيفاش الخبز كيفاش كيجي كيجي مفشفش صراحه كيجي غزال كيجي خفيف انا راه درتو شي شويه غليظ المهم فكنرقق على هكا لان ولادي فاش كنبغي ب... ندير ساندويش هو اللي كنغلطو هكا شويه آه ملي كنكون باغا غير عادي يعني كان هذا راه نورمال باقي شي وحدين عندي هنا غلط لان غندير فيهم ساندويشات للدراري المهم هو هذا الخبز كيفاش كيجي كيجي خفيف كيجي مفشفش شفتو ما باين فيه لا الا لا حتى شي حاجه يا البنات يعني لا تقولوا يعني غيبان لكم الا ولا ما غادي يبان حتى شي حاجه الفران تيبقى لي نقي الارض كتبقى نقيه كلشي كيتجمع في لاطا كنسوسها وها انا ساليت ما كنستخدم لا منادل لا حتى شي حاجه المهم كنتمنى الحيله ديال اليوم تكون استفدتوا منها وتكون عجباتكم وان شاء الله كنتمنى نلقى ثاني شي حيلة واحده اخرى اللي غادي تنفعكم بالنسبه للعيالات اللي بحالي كيعانيوا من هذا المشكل ديال الوسخ ديال السميده اللي كتوسخ لك الدنيا راه هذا هو الحل اللي نفعني بزاف وما بقيتش كنعكز على الخوز وما بقيتش كن يعني كنتشائم من ديك القضيه ديال مسح السميده وهذه السميده كتدخل ف يعني كتلقيها مشتته في كل بلاصه دابا لا الفران بقى لي نقي طفيته وسديت اه سديتو ما ما, ما مسحتو ما حتى شي حاجه مولفه كنبقى نمسح ونعاود نمسح والسميده كتبقى مشتته المهم دابا الحمد لله اه وصلت نهاية لا فيديو ما سخيتش بكم والى فيديو قادم ان شاء الله واستفاده جديده ان شاء الله باذن الله ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم